اهلا وسهلا بحضرتك بالمعرض، فيها نعرف اسمك الكريم. اهلا وسهلا دكتور راضية عبد العزيز فروم ليبيا. نعم، اهلا وسهلا باهل ليبيا. فينا نعرف اختصاص حضرتك؟ سيدة من سيدات اعمال ليبيا، داعمة للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومديرة شركة استيراد أدوية ومعدات طبية، وكذلك مديرة لشركة مواد غذائية. لكن ابن المعرض بيهمنا معرض الغذاء ولا الزراعة ولا مستلزمات الفنادق والمطاعم؟ والله أكثر اللي كان يهمني برنامج الغذاء والصناعات الصغرى يعني. وكيف شفتي المعرض؟ استفدنا من المعرض؟ الخدمات كيف شفتيها؟ بجد يعني ممتاز، ما كنتش متوقعة التنظيم الرائع والعالية جدا، وفرصة كبيرة كانت لي أني شاركت وتعرفت على تكنولوجيا حديثة والتطور، يعني جد 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 كنت سعيدة بمشاركتي وحضوري، والتنظيم والمساحات كل إشي منظم 100%. يعني هاليومين اللي مرقوا كنت راضية جدا عن النتيجة؟ جدا جدا الحمد لله. وأكيد معارضنا القادمة حتشاركونا لكن أكيد، وإن شاء الله نكونوا من المعارضين أيضا يعني، وإن شاء الله تجربة ننقلوها لليبيا إن شاء الله. أهلا وسهلا، وإن شاء الله بيشرفنا نكون بليبيا. تسلمي تسلمي، بارك الله. شكرا لوقتك. أهلا وسهلا فيك. شكرا، تسلمي.